السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مياو مياو. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بعد غياب دام ما بعرف قديش بحلقة جديدة من سلسلتكم المفضلة. غياب شو؟ يوم اللي عطلنا يعني يوم انتوا عارفين احنا متعودين ننزل ورا بعض هيك عشان نتعبكم. يعني شكرا للرسائل اللي بتجينا على الانستغرام بيحكوا لي مشان الله وقف يا اخي. انا قلت لكم والله العظيم بيحكوا لي يا زلمه خلص قرفتنا بكاش تسحب احا ايش هذا احا. بس انا وعدتكم اني ما حسحب وعشان هيك كافئوني لا تكافئوني باللايك وشير ودعم هذه السلسله وترقب المفاجآت في المباريات القادمة. اليوم عندنا مباراة إيطاليا وبلجيكا. دقيقة نسيت كلامه. خلينا نشوف الجمهور شو اختار لنا مين يشجع إيطاليا ومين يشجع بلجيكا. 65% أنا أشجع إيطاليا ودحوم 35% يشجع بلجيكا. جاهز دحوم تشجع بلجيكا؟ جاهز. أنت عارف مين بلجيكا؟ بلجيكا أعرفهم كلهم. بعرفهم كلهم ما شاء الله صار خبرة. طب انت ما بتعرف طب انت ما بتعرف مين مين فيها ايطاليا؟ ما فيش غير هذا الختيار اللي مبين عمره 60 سنة اللي بعرف. وانا ما برضه ما بعرف. فخلينا نروح نلبس ونترككم على الاسطورة. انا مش عارف لما نلبس ليش بنروح يعني هاي بتنقص في نترككم على الاسطورة بنزيما ملك التوقعات. مش ملاحظين انه في هذا الشعور كثير غبي؟ ليش بس نلبس بنقوم وبنغير غاد ونرجع؟ طب احنا بالمونتاج بنشيل. يا عيني ده اتصدم. السلام عليكم. رجعنا لكم بفقرة وقعني بوقعك توقعات الأسطورة بنزيما. عندنا هون إيطاليا طبعا اللي ماخذين ثلاث أربعة مش مهم وعندنا هون بلجيكا اللي عمرهم ما أخذوا بطولة. ثلاث حبات بثلاث حبات يا رب تنتهي ثلاث ثلاث. بس أنا متأكد هذول مش حيسجلوا جوال هذول يدافعوا. أحيانا يكون الخيار الأفضل في الرد على مسيء هو عدم الرد. وعندنا هون الأسطورة بنزيما. لا تتركوا بوز لفوا جهتك عشان ينعجك. يلا روح. يا عمري كيف بمشي؟ اسمع انا كانك صرت تشوف حالك علينا قاعد بيقزر على المكافاه. الله يرحم ايام ما كنت تهجم عليها هجوم شو اسمه الكلب المفترس. توكل على الله توكل على الله يرحم والديك توكل على الله. طبعا يا جماعة اليوم كانت مباراة اسبانيا وسويسرا نار وشرار وانتهت بلنتيات بفوز الاسطورة مدرب المنتخب الاسباني. هو اللي فاز هو اللي لعبها تكتيكيا. الله يقطعه المدرب الاسطورة انريكي اللي بفوز من هاي المباراة حيلعب ضد اسبانيا. ويعني انا على امل انه ايطاليا. يعطيك العافية. الله يعافيك. والله بدي اغلبك وجبتين دبل لحمة. انا ما بدي مع دبس رمان وهالبيت. انا ما بدي انا تجيب ليش بدي اضعف على وجبتين. بس الواد جنبي بضل يقول لي ما بدي ما بدي اضعف تضعف بدي اضعف بقول لي هو اللي اصلا طلب مني عارف. ما يا اخي قلت لك لا ما بدي كمان بتوصي من تلفوني يعني فوق السعرات الحراريه والدهون كمان دهون. احنا عم مقبلين عجيزه زيجه مقبلين على زيجه. عالف 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 شو انا بحرق يا حبيبي. يا حبيبي شو بتحرق؟ فكر حالك انت اللي بتلعب في اليورو. احنا بنصور قاعدين واي او بصرخ انا بتصرخ. والله اخر فتره صار يحرق كثير مو من الخوف عشان ما ينحكم. لو بالاخير عكس حكم انا اللي بنحكم. يا اخوان اللي ما حضر الحلقه اللي قبلها يحضرها لان احلى حلقه في السلسله جد عكس الحكم وانا كثير حلو. حلقه كامله عباره عن المنتدى. مفتوح فوق؟ فكرت فيه بدي تنفع. طلت تتمخطر. بهدلتك اليوم ها؟ والله ما بهدلتك اليوم. حيوان احمد فقعني سفين. ايش؟ أول مرة بلبس الخاتم إذا أول مرة بشوف دبلته. رايح بشو اسمه؟ هو معاه خطيبته قال رايح قايل لها معوش هذا اجت علي قلت وين الخاتم هيك قول. الله يوفقك يا احمد. الله عليك. اول مره بلبس الخاتم. ما في جن. ما انت حمار يعني ما انشلح يا اخوان من يوم يعني يضحي باصبعه عشان هضر جنابك؟ اصبعها هسه بقول لك بضحي بقلبي. انا وين ساكن؟ عبدون عبدون المغيرات. لقوو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 و
قول قول ولك ولك كل ما تحكي بعمل دعايه للمطعم بعمل دعايه لا تستفزني لا 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 تستفزني لا بابا بخالف الشروط هسه انت ليش كل ما تحكي تلفون بيجي جول واجي جول اجي جول يا ولد دقيقه كبر المكبرات قول جول قول جول لعيون انشيني ما هي طالع صوتك احكي اه طالع احكي لا مقطع تسلل تسلل الحمد لله لا دقيقة دقيقة ما شو بعرفني بكرة هذا بكرة اسمع تسلل استنى شوي انت ابن صاحب المحل استنى شوي انت ابن صاحب المحل طب تعرف مين انا اللي جنبه هسه بس انا اللي بمنتج له اه فبتزبطوني انا في المحل اه بزبطك في المونتاج بحط صوتك اذا ما بتزبطوني انت بتستفز في الولد بيستفز في الولد قاعد ولك انا راح اتضامن معك بعد كم يوم ان شاء الله ولدي اسمع بدك تتجوز خلاص يا سيدي ما انت لابس واحد هان ما هو متجوز واحده ثانيه بضحك عليك جوز واحده ثانيه بس ابصر شكلها من 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 الاغريق لانه الخاتم مدجج مدجج بالسلاح انت عندك امل انه بلجيكا تحط جول على ايطاليا وقت عارف مين ايطاليا اه انت عارف مين ايطاليا؟ اذا انت مش شايف اللعب بالموضوع بتعرف بتعرف انه اللي اخترعوا الدفاع والحصون والقلاع ايام ايام زمن شو اسمه هم الايطاليين زمن ايطاليا بس شغل لبس واواعي بدلات شغل لبس وشغل دفاع مش هتلر هجم على ايطاليا على اساس يهزم نابليون طيب. ولا قدر يهز شعره من نابليون نصف ونصف نابليون فرنسي ولا ايطالي؟ نابليون ايطالي صح؟ اردني اردن يا من شارع الياسمين نسيني قول ليه بلانتي لا كيف يا زلمه قال له هيك اه قال له طيب يا زلمه هذا ولد صغير يا اخي كيفك بلعب معاه مين ولد صغير نسيني حبيبي والله بهدل وقع بهدل وقع ما خلاص كفي تنمر الحلقه الماضيه كانت تنمر مع ايطاليا اه والله نسيني ما منور تزيني ما صورنا حلقات لايطاليا غير مباراه واحده مباراه واحده احا لا 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 اربعه ضد ثلاث ولك ايطاليا غصب عنك ملوك الدفاع ولك دوناروما ولك ابو دوناروما كلب الفلوس هذا ناصر اشتري ناصر الكلاب اشتراك متاري كلب الفلوس هذا صحيح كلب فلوس بس مو زي نيمار بخف اداؤه هذا اسطوره هذا وقت عمره هذا 18 سنه عمره طلع 18 سنه عمره كيف جاب اخو الذين جلويجي بوفون ما مات جلويجي بوفون انتحر لا شيء طلع كلهم قول شو هاي صدق طبعا شو مالك يا كلب الفلوس هذا مين بيلعب هذا اسم ميلان هسه طلع من اسم ميلان لانه اسم ميلان رجع للواجهه بقول لك هو بحب الذل عشان يكره يا باريس سان جيرمان ايطاليا ضاغطه بلجيكا باي حق بحق المحقق حقيقه اللي هذا اللي شاط الطابه برضه ابراهيم ابراهيم ارحمني لا ولا وبلجيكا تلعب على المرتدات منوره فرنسا ايش في فرنسا منوره فرنسا ما طلعت فرنسا بعدها لوكاكو فخم ايش اللي ولك في حارس في حارس ركز معي ركز معي ماشي بس طلع لوكاكو يعني حلو الحركة في حارس طلع لوكاكو مو حارس عمارة ايش انت تحط جول على الطليان الطليان ضاغطين واذا رجعوا ولك جدار منيع جدار حصين يلا يا نسيني راوغ الاول ثم راوغ الثاني ثم راوغ الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع عشر يا اسطورة يا وحش يا جحش يلا بس انتهت جول جول وانا مغمض لا ها ها هاي مغمض ها لا لا هاي مغمض جول بقول لك ايه عكست من المدافع الحمد لله بس ما ادري جول لا نص جول والله حرام يا اخي حرام بلنتي بس يا عمي ايطاليا بس انتهى الدرس يا سادة يا كرام انتهى الدرس يا سادة ولك انتهى الدرس يا سادة يا كرام ايش هذا ايطاليا انتهى دراسة الجميع ابلع ابلع فضل ايش بالك ابلع صداع انت صداع من قوة المباراة دائما بس انبسط بهذا الشكل من البداية اعرف انك خسران 3-1
اسمع يا زلمة اسمع، انت خسران 3-1. لا وبالاخير عكس حكم، بفقع عينك بفقع عينك. هلا ابو وقته بطرطق، اقسم بالله بطرطق. لحد الان ايطاليا بتستحق، ايطاليا بتستاهل. انا الكل تنمر على ايطاليا، انا بشجع ايطاليا وانتم عارفين، بس انا قلت هاليورو بدي اشجع اسبانيا. ليش؟ عشان انريكي، وعشان الجمهور انتخذ انريكي، عشان مش مستعد ولا لاعب ريال مدريد. طلع اللاعب كيف قام بسرعه عشان اثبت لكم انه بلانتي. طلع بسجل جول، كيف قام يلحقوه. يا ولد يا ولد يا عمي الطليان يا عمي. شوف انا حضرت لعب اسبانيا، لعب اسبانيا مقرف، عشان هيك انا بحبش اسبانيا. بس الطليان يا اخي بنتهزوا الفرص، وقت يكون في شوط بشوط. كان مصاب. انا ايطالي، انا ايطالي طول عمري ايطالي، وهاي البطوله لايطاليا. كل انتقد ايطاليا قال مجموعتها سهله ومجموعتها مش عارف شو. هاي يبلع ابلع، انا خايف نخسر 5-1 والله. هيك النيه. يا حماد ايش انت ليش كل ما تحكي تلفون بيجي جول؟ ايش في يا اخوان؟ ابني ابني حط في ايش فيه؟ انت شفت الجول يا زلمه؟ انحكم هسه وريح راسك. والله هذول هذول البرازيل والارجنتين بوش عليهم. خلي يطلع عكس الحكم كمان اليوم. بابا بعكس ام المنطقه، بابا بعكس الشوارع هسه. انت كيف حماد؟ هاي ثاني مره. ايش ايطاليا يبوس فيه؟ ايش الفريق هذا؟ ايطاليا. طلع طلع علي بالله عليك، طلع انسيني بالله عليك. ولك ولك ابني طلع طلع كورتوا هالقد. يلا افصل افصل. وانت هالقد واحكي معك شوي شوي. حرفيا ايش في؟ حرفيا ايش في؟ يا اخوان صوتوا لي ايطاليا في كل المباريات، ايطاليا حتفوز. هو لا بس انا يعني ان شاء الله بطلع عكس الحكم. عندك امل عكس الحكم؟ ها خلاص هي مره واحده. لا الموضوع طلعت مره ثانيه عن جد بتضايق. اجل مجموعته سهله ها، ولسه ما واجه منافس شرس. بلنتي 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 يا اخوان. حسدتو يا بصور ستوري. هو خلينا امدح المنتخب يا اخي. بلنتي ين عني من نقلي كل هدبش. حاب تحضر دوناروما وهو بصدها ولا تروح تجيب الوجبات؟ والله اروح. حيصدها حيصدها اذا رحت. حيصدها؟ لا خليني. اذا رحت وظليت حيصدها. كاكو يا زلمه ترى مين بيشوط؟ ولك حيصدها. شو اللي حيصدها؟ حيصدها كلب الفلوس. حيصدها ما بصد يا زلمه. يا زلمه جول. جيب جيب. اصلا اصلا احنا دخل فينا الجول لانه احنا جعانين. استنى في الوجبات. اوكي قلت لك لا توصي. الحيوان تحس اللعيبة ناموا معانا. الحيوان وصى أكل، الحيوان وصى أكل عشان يتعبني ونخسر. راح تخسر. أوف 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 سلطة. والكو سلطة هاي، والكو إيطاليا بتلعب سلطة. لا بس 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 أنا الصراحة ما كنت حاب أشجع إيطاليا لأنه مجموعتها عن جد سهلة. قلت بجوز تتواجه مع فريق صعب خلاص، بس لا إيطاليا ايطاليا وانريكي بليز. المشكله المباراه الجاي انريكي وايطاليا، حتختلط المشاعر وتختلط الافواه والكلمات. عبثا تحاولوا لا فناء لثائرين، انا كالقيامه ذات يوم اتي. لا لا طالما حبذا حبنا قلبنا نبذل ممجد. عاش الملك. بقول لك لما توكل اعمل زي هيك يطلع لك كرش اكبر. جد؟ لا 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 حذاري. اوعى اوعى يا جول. شو زمحران بتلعب احسن يا زلمه. بلجيكا بتلعب احسن يا زلمه. ايش اللي بلجيكا بتلعب؟ ولك احظاظ احسن منتخب في العالم حاليا على اللي انا شايفه. احسن منتخب في العالم بحط كل المنتخبات في جيبته. شو بالعالم يا زلمة؟ ياب يا باي. بس لو انه تواجهت فرنسا ضد ايطاليا وايطاليا مسحت الارض في فرنسا. يلا 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 يو
ايش يفكر حاله ميسي يا زلمة؟ هاي طبات لميسي إلها إلها ناس هاي. فين الشطب؟ أوه لا أوه لا أوه لا. يعني هون عليك. أوه بدك شيء مطلوب صلاة يعني؟ لا بس عشان ما تشوفش يعني تلمح الورقة ولا إشي. طيب إيش تسحب؟ ما هو أنا مثقل يعني تفهم؟ مرحبا معكم أختكم صبحية. كثير حكي صلاة. مش لوكاكو عيط؟ أه. أنت كمان حتعيط. بصل؟ بصل. لا خلاص هذا الحكم لغناء. شو ليه لغناء؟ أنت عملته خلاص. انا عملته مش انت بدك تاكل بصل غصب عنك ما في بصل وحد الله بعرفش بجيب من الدار عندنا من الدار من تحت طبعا للاسف ايه حمرة هاي بتنزل دم ابيض بتنزل دم ابيض بعرف الحمرة يا حبيبي احمر من البيضة ولا والله المرة واسمع بقول لك للاسف انه ما عندنا بصل كبير فبلقيت انزلت على الدار عندنا تحت لقيت هاي البصلة هاي البصل الوحيد انا مش مشكلة انت البصل اللي طعمتني اياها ترى مخمجة عشان هيك ال- 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 الحرارة فيها ليفل مليون اتفضل علقمة واحدة يا ابو البصل اسهل حكم واسهل مش عارف شو ما قشرت لك اياها بالسكين طب يلا كل انا ولا ليش قشرت لك اياها في ايش في ايدي لا قشرت لك اياها ارباع نعم يا اخوي نعم يا اخوي كل طب ليش حمرة والله النغش والله ما لقيت والله ما لقيت عندنا غير هيك والله واو طبعا يعني طب يعني عندنا حلقه ثانيه اليوم ورجعنا لكم فقره تنفيذ الحكم عندنا حلقه ثانيه اليوم راح تتحمل اقعد جنبك بلبس كمامه يلا طبعا يا جماعه الحكم اللي بتكرر عندنا في الحلقه بنلغيه تمام فبس يتكرر بحاله انه انا في مجال اروح لا بيه. انا ضروري يا عمي وانت لحالك صبر حل عني شايفه معلش يا دحوم معلش عادي هاي دموع فرح بحكولها عمرك شفت شي دحوم عم يبكي ولا هي حمرا حمرة زي الدم يلا اسلخ اسهل حكم أنا والبصل انا دائما باكل بصل بس مش هيك لا مش دائما باكل بصل يعني بس مش هيك البصل هو دائما باكل بصل بس مش غصب عنه فما بحسها شو اسمه بس مش عليك غصب عنه حبيبتي اسمعيني والله اني بحبك وانا هذا العياط هذا طالع من قلبي مش من البصل بستغنيش عنك المفروض لا عاطله هاي وكان قربت عليك يعني عنه البرازيل كيف تصورها والله ماني عارف ها جيب المي يلا انا نفس واحد انا نفس واحد عبد انا نفس واحد هاي تستطيع يا دحوم تستطيع روح ولا هاي احمى انتبهت شو اللي صار؟ وقعت ندفع على الارض طولتها وكلتها ما شاء الله بما حكم سهل وانا ومش انا خذ الكاسه كبها بعدين فاين نمزح الشيطان فاين؟ في فاين هون ليش الفاين؟
صرت تسيل والله؟ طب في بلوزتك او يدوي صح ايوه ايوه يا اسطورة اسطورة ينعن ينعن ريحة ثمك شو خرب طولها طولها وكلها قاعد تخوف علينا طلعت علينا انت الحقوني انا بولد منيح انك شلعت البلوزة عشان ما ريحتها ما تخرج بصر اخوان اقسم بالله ما بدي اقرب عشان ما تشوف شغلات بس اقسم بالله انها نار نار قلتلكو ما حسيتوا فيي ولا هاي حمراء يا زلمه والله هذيك يا زلمه العفن اللي فيها نار وبيك يا جماعه دحوم بكون بلع الطعم تحياتنا لكم حط لايك شير اذا عجبتك الحلقه تحكي مع الكاميرا ثواني شو تحكي مع لا لا اربو 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 هسه انا هسه وخاف عقلي اخوانا بس الوالد طلع بث والله انه طلع بث ما بيعرف وما شافش هاي الحمد لله يعني مش راح اقدر اكمل البصل بس هسه هو لما يشوف الحلقه راح يتفاجئ مش راح نحكم مرتين بيوم واحد برازيل كمان شوي اخوان وتشيلوا راح نقولوا البرازيل